أخبار اليوم. أهلا بك في أخبار اليوم. ممكن تعرفنا نفسك؟ دكتور فؤاد أمين بوغري، مستشار اقتصادي، وطبعا أنا سعيد بوجودي في مصر، بلدي الثاني فعلا، البلد التي نحبها قلبا وقالبا، والتي فتحت يعني خلينا نقول لنا مجالات استثمارية واعدة. شايف فرص الاستثمار هتبقى عاملة ازاي أنا أعتقد هذا المنتدى أتى ليعمق العلاقة الموجودة فعلا منذ السابق. نحن تربطنا بمصر السعودية ومصر وحدة التاريخ، وحدة الدم، وحدة الدين، وحدة اللغة، وأيضا وحدة المصير، وأيضا المصلحة المشتركة الاقتصادية. هذه تكون صناعية، زراعية، خدمات، الآن تدخل فيها الأشياء الجديدة اللي هي التكنولوجي، الطاقة، ولعل إن شاء الله الربط الكهربي يأتي ليعمق هذا الموضوع، ووجود الجسر الجديد، جسر المحبة الذي سوف يربط المملكة العربية السعودية بمصر، جسر الملك سلمان، هذا سيربط ليس فقط المملكة العربية السعودية ومصر، بل سيربط قارتين كبرى هي آسيا وأفريقيا، قارتين مهمة استراتيجيا للعالم. بهذا نستطيع أن ننشئ مشاريع مشتركة ومشاريع فري زون اللي هي المناطق الحرة، لتكون بإذن الله توظيف للشباب الموجودين في المملكة العربية السعودية، وتستخدم المملكة العربية السعودية ومصر طبعا تستخدم فيها الخبرة الموجودة فيما بين الدولتين، تستخدم فيها الاستراتيجيات الموجودة المجربة فيما بين الدولتين، نستخدم فيها المواد الخام أيضا، وبالتالي هذه ستعطي وفرات اقتصادية وستعطي سلع خلينا نقول ذات جودة عالية بأسعار منافسة، نستطيع أن نصدر بها ليس فقط لمصر والسعودية وإنما نصدر بها للعالم، وتكون عوائدها إيجابية للشعبين بإذن الله. نتوقع حضرتك حجم الاستثمارات بيننا وبين السعودية في الفترة الجاية بعد الجسر بتاع الملك سلمان إن شاء الله، الخبرة هذه خلال 3 سنوات هيكون تم، ممكن أسرع من كده حضرتك إن إحنا نعم. أنا أعتقد هذا الجسر يعني أخذ وقته الكافي من الدراسة والتمحيص، ولعل هذه الزيارة أكدت فيها هذا العمل الجبار الذي سوف ينشأ بإذن الله. نحن نتوقع إلى أنه ينجز في وقت قياسي، سيكون بإذن الله جسر كما قلت، جسر محبة وجسر استراتيجي. أتوقع بإذن الله أن تتضاعف، يعني إذا كنا 1 الآن سنصبح 2، وخلال 5 سنوات سيكون 5 أضعاف المنتجات، ولو أنشأت فري زون ستكون أضعاف مضاعفة بإذن الله. يعني الفري زون سيسرع الحجم الكبير الذي سوف نسعى له بإذن الله. بالنسبة لحضرتك، شايف المنتدى الأعمال ده هيلاقي بعض القبول بالنسبة لرجال الأعمال السعوديين خلال الفترة اللي جاية؟ شايف قد إيه حجم الاستثمارات اللي هي متاحة هنا في مصر، واللي حضرتك سمعت طبعا أكيد حضرتك كخبير اقتصادي سمعت من رجال أعمال كتير إن في استثمارات، في منهم اللي حابب إن هو يستثمر هنا في مصر، شايف قد إيه إنه ممكن يستثمر في مصر خلال الفترة اللي جاية؟ هذا المنتدى ليس المنتدى الأول، هو حلقة من الحلقات، وهو مكمل لما سبقه، وأيضا سيكون أرض جيدة لما بعده. أعتقد أن وجودنا الآن في مصر ليس جديد، ووجود لكن الجديد فيه إلى أنه ما قدم في أثناءه من وعود من الدولتين لتوفير جو مناسب للمستثمرين، وأيضا خلينا نقول تسهيلات من الجانبين، تسهيلات في الإجراءات، تسهيلات في القروض، تسهيلات بإذن الله في ما يختص الضرائب، تشجيع أبناء الدولتين لإنشاء مشاريع مشتركة، سوف يأتي أكله بإذن الله.